خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يقترح تشكيل مجموعة شبابية لطرح أفكار لتطوير الأداء الحكومي. خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الازهر العالمي للسلام، شيخ الازهر يؤكد ان الرسالات السماويه تتطابق في محتواها وتدعو للسلام والتسامح. سوريا تتهم اسرائيل باستهداف موقع عسكري بصواريخ قرب مطار دمشق. نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على الشباب المشاركة الفعالة في متابعة الأداء الحكومي، مؤكدا على أهمية طرح مقترحات لتطوير الأداء الحكومي بشكل يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع. وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الإسماعيلية، أكد الرئيس السيسي أن جميع الأدوات ستكون متاحة للشباب للإسهام في حل المشكلات التي تواجه أداء الدولة، كما اقترح الرئيس تشكيل مجموعة عمل من الشباب من أجل طرح مقترحات لتطوير أداء الدولة المصرية. هل تقبلوا بتجرد؟ تجرد يعني فيش مصلحة. وأنتم موجودين في الجهاز اللي أنا كلنا بنثق فيه، الرقابة الإدارية، أنا بثق فيه. وعنده أزرع في كل الدولة، مش كده؟ في المحافظات وفي الوزارات وفي كل حتة. فالبيانات هتبقى متاحة وكل حاجة هتبقى متاحة. فهل تقبلوا ان انتم على الهوا كده تبقوا مجموعة تحفيز او متابعة، ونيجي الشهر الجاي في المؤتمر الجاي تقول احنا حققنا نجاح مع الحكومة في الموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده، وعندنا مشكلة في الموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده. وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بدء فعاليات اليوم الثالث والاخير من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب المنعقد بمدينه الاسماعيليه. بدات الفعاليات بجلسه محاكاه لمراحل الاقتصاد المصري بعرض فيلم تسجيلي عن الاقتصاد المصري خلال فتره من 1952 حتى 1991. كما تم عرض فيلم تسجيلي حول تطورات الاوضاع الاقتصاديه في مصر بين ثورتي 25 من يناير و 30 من يونيو. وحرص الرئيس السيسي على الاستماع الى مداخلات الشباب الاكاديميين والعاملين بالقطاع الخاص الذين قاموا بعرض رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد الوطني. للمزيد من المتابعه معنا من الاسماعيليه مفادنا هناك علي فتحي. علي، كيف تتابع فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدوري للشباب وكيفيه تفاعل الشباب وخاصه بعد عرض نماذج لمحاكاه الاقتصاد وايضا نموذج للدوله المصريه؟ في البدايه مساء الخير صحر. يعني بالفعل كما ذكرتم في الخدمه الاخباريه ان يعني اليوم بدا فعاليات اليوم الثالث والاخير في المؤتمر الوطني الدولي للشباب في الاسماعيليه، ومنذ الجلسه الاولى بدات نماذج المحاكاه وعرض يعني لبعض المشكلات، وايضا الشباب المشاركين الشباب الاكاديميين المشاركين في المؤتمر عرضوا بعض المشكلات وطرق التغلب على هذه المشكلات، وايضا يعني بعض الافكار التي تجابه التضخم وايضا يعني ما تمر به الدوله المصريه. كان هناك يعني بعض الوقت الذي طرح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستماع لعرض الرؤى والافكار وايضا المشكلات والاسئله. يعني قام بعض الشباب ب المرور داخل القاعة الرئيسية وتوزيع بعض الأوراق على الفلوس والحضور كي يسجل كل من يريد أن يسأل الرئيس أي أسئلة أو له بعض الاقتراحات أو الاستفسارات، يعني تعاونا وتفاعلا لتنفيذ مبادرة اسأل الرئيس. يعني اليوم يرتكب فيه
جلسات المحاكاة وعرض نموذج الحكومة الموازية من خلال الشباب الأكاديميين في الجلسة الأولى، ثم شباب البرنامج الرئاسي في الجلسة الثانية، وأيضا تحدثوا في أفاق التنمية المستدامة في كافة القطاعات التي يعني من شأنها أن تضفي التقدم والازدهار على مصر وعلى شعب مصر، وأيضا يعني تعود بالنفع المباشر على المواطن. كان هناك أيضا بعض الاقتراحات من قبل بعض الإعلاميين المشاركين في هذه الجلسات لاستضافة هؤلاء الشباب، وأيضا يعني عرض برامجهم وأفكارهم الرئاسية في برامج إعلامية ما يعني يساهم في نهضة الوطن وازدهاره في المستقبل القريب. اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود مجموعة من الشباب لينطرح رؤى وأيضا متابعة أداء الحكومة، هل سيتم الاستماع لهؤلاء الشباب بعد ذلك فيما توصلوا إليه من خلال اللقاء الشهري بالشباب، أم سيكون هناك تواصل مباشر بين هؤلاء الشباب عقب هذا المؤتمر مع الجهات التنفيذية؟ سيكون بالفعل هناك تواصل مباشر مع الجهات التنفيذية، وسيكون يعني بعض هؤلاء الشباب كما ذكر الرئيس داخل مجلس الوزراء ولمتابعة يعني الحكومة ومتابعة نشاط الحكومة والتعقيب على القرارات وسير الأعمال والمناقشة بشكل مباشر مع سيادة الرئيس من خلال هؤلاء الشباب لكي يعني يضعوا الحلول أو الخطوط العريضة للمشكلات التي سيجدونها من وجهة نظرهم وسبل الحل لهذه المشكلات وأيضا التغلب عليها. تمام، أشكرك، كنت معنا من الإسماعيلية وفدنا هناك علي فتحي، شكرا. على جانب الآخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد وصايا من مؤسسة الرئاسة على أحد في الدولة المصرية، كما دعا السيسي جميع المؤسسات والأفراد بتحقيق التوازن والتحلي بسمات قبول الآخر في الفكر قبل الإجراءات. وأنا ماليش وصايا على حد، أنا بقول كلمة مسؤول معاكم عن دولة وبقول إن إحنا عايزين نثبتها، فأرجو إن إحنا كمؤسسات في الدولة المصرية لا تتقاطع ولا تختلف مع بعضها البعض، ونستوعب بعضنا البعض ونقبل بعضنا البعض. مش عايزين حد يتغول على الآخر. أنا مش عايز أتغول على حد كسلطة تنفيذية، ولا عايز أي مؤسسة أخرى تتغول على ده. إذا كنتوا بتتكلموا على التوازن الحقيقي بيننا، التوازن ده بيبدأ جوانا في فكرنا قبل ما بيبدأ بإجراءات. لو أنا النهاردة عايز أخد ميزة على حساب مؤسسة أو قطاع معين، هنا بداية الخطر. وأنا مقصودش بالكلمة دي، ده كلام عام، أرجو إنه ناوي أول بأي شكل من الأشكال من الكل اللي يسمعه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد صباح اليوم سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة والتي تبعد بنحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية من المرحلة الأولى بالمدينة، وكذلك تفقد الرئيس نادي الفيروز المقام على مساحة 90 فدان. صرح رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب كامل الوزيري أن المرحلة الأولى تقام على مساحة 3000 فدان وتضم 52,000 وحدة سكنية، مشير أنه تم الانتهاء من 95% من الإنشاءات، وأن كل حي يضم منطقة خدمية وإدارية، ويتم إنشاء نادي الفيروز بوسط المدينة. للمزيد من المتابعة معنا الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور شريف، مساء الخير. تحياتي يا فندم. كيف تقيم المشروعات اللي بتقام حاليا في مدينة الإسماعيلية وخاصة بالموقع الجغرافي يعني لهذه المدينة ومحور قناة السويس والمشروعات أيضا المقامة على محور قناة السويس؟ أولا أنا بهني كل المصريين بمجموعة الشباب الرائع اللي احنا يعني شهدناهم، وكانوا بالنسبة لي حياة مفاجأة.
يعني ان يكون في مصر هذه النوعية الجميلة الرائعة من الشباب المصري اللي بيطمننا على مستقبل بلدنا، وده نتاج لمبادرة السيد الرئيس. يعني احنا النهاردة انا دائما الحقيقة بقول ان مصر قبل 30 يونيو 2013 لها تاريخ، وبعد 30 يونيو 2013 لها تاريخ اخر. كل يوم عن يوم بيثبت في ذهن المخلصين من ابناء الوطن ان هذا الرجل حفظه الله من كل سوء وشر، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو فعلا بكل المقاييس هبة من الله سبحانه وتعالى، حافظ على الوطن وحافظ على امنه، عاد لمصر موقعها على المستوى الدولي والمستوى الافريقي والمستوى العربي، حصل في عهده طفرة هائلة في البنية الاساسية اللي هي بيهتم بيها اي مستثمر يريد ان يأتي الى مصر، والان هو في طريقه وكلنا في طريقنا باذن الله لجني الثمار. دي كان لازم اقولها كشهادة حق وواجب علينا احنا علشان نقول للرئيس بعد حديثه الامس الذي كان من القلب، ان اقول له يا سيادة الرئيس لان حديثك من القلب فقد دخل لقلوبنا جميعا ولقلوب كل المخلصين من ابناء الوطن، وباذن الله تعالى معك وبك سنصل للي احنا عايزينه. وانا كراجل متخصص في الاقتصاد بقول ان جني الثمار بدأ، وان ان شاء الله باذن الله في خلال وقت قليل سيشهد الجميع من هي مصر. شريف، نموذج المحاكاة الاقتصادي اللي قام به الشباب المبدع، يعني خطوات واستراتيجيات جديدة يمكن من اهم عناصرها الاهتمام بالاقتصاد المصري، وضع استراتيجية جديدة وان تكون هناك اتصال مباشر ما بين القطاع الحكومي والخاص، ولكن بفكرة القيمة المضافة، ان يكون هناك اضافة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي والعكس، بالاضافة ايضا لتأثير على اسعار السلع والاهتمام بالسوق المصري في هذا الاطار. يعني حضرتك ازاي شفت هذه المبادرة او هذا النموذج؟ الحقيقة انا بصيت لها من اولا من منظور اعطاء الثقة. يعني حقيقة شفت الشباب كانوا بيتكلموا ازاي، شفت الشباب كانوا بيعبروا عن وجهات نظرهم ازاي، شفت الشباب كانوا بيقترحوا قوانين. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان الحقيقة يعني انا المفاجأة في هذا المؤتمر هو هذه النوعية من الشباب اللي كلها ثقة. اما بالنسبة للموضوعات اللي تم تناولها، الحقيقة احنا بنقول ان النضج اللي تم بيه مناقشة موضوعات كثيرة النهاردة اقتصادية وغير اقتصادية من الشباب، بيقول ان يجب على الكبار ان هم يغيروا من هذا المستوى الثقافي وهذا المستوى الرائع من ثقة النفس ودراسة الموضوع قبل طرحه، وهذا المستوى من نقدر نقول طرح افكار جديدة هي الاول مرة بتطرح. انا بقول ان هذا النموذج، نموذج المحاكاة او نموذج السيموليشن اللي ما احنا بنقول عليه، ان ده يجب ان يتم يعني تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية. يعني انا النهاردة بأناشد بان يتم تطبيق هذا النموذج بالنسبة للمجالس المحلية لكل محافظات مصر، بحيث ان يتم يعني احنا النهارده بنفرخ او يعني بنوجد القاده اللي ان شاء الله باذن الله هياخدوا زمام الامور خلال 20 السنه الجايه. فالوضع مبشر جدا، الوضع مطمئن جدا. الرئيس في هذا المؤتمر يعني زي ما بنقول هو دائما يتحدث من قلبه، لكن هذه المره يعني يمكن كلنا حسينا بيه وكلنا بنقول له، كل المخلصين لمصر، كل المخلصين للوطن، ان احنا معاه. مبادرة الشباب من اروع ما يكون، طالب بتعميمها على مستوى الجمهورية. الاقتصاد المصري يسير في الطريق السليم، الاقتصاد المصري بدأ في جني ثمار. يعني احنا النهارده في مشروع قناة السويس او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شاهدنا منذ اسابيع قليلة انشاء اول مجمع لصناعة الاحتواء، يعني بحجم استثمارات حوالي 600 وشوية مليون دولار، وانا بتصور ان هو ده الاكبر من نوعه، والمشاريع الاخرى في الطريق. وكل ما نريده هو ان نثق بانفسنا اولا، ونثق بمستقبلنا بعد ان شاهدنا هذا الشباب النابض، ان مصر
تسير في الطريق. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. شكرا. افتتح شيخ الازهر الشريف دكتور احمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين مؤتمر الازهر العالمي للسلام بحضور عدد من القيادات الدينيه من انحاء العالم. يناقش المؤتمر على مدار يومين موضوعات خاصة بمعوقات السلام في العالم المعاصر والمخاطر والتحديات وإساءة التأويل النصوص الدينية وأثره على السلم العالمية وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمولة. ومن المقرر أن يلقي البابا فرانسيس باب الفاتيكان كلمة في ختام المؤتمر غدا عقب زيارته الرسمية للإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أكد أن الرسالات السماوية تتطابق في محتواها ومضمونها ولا تختلف إلا في باب التشريعات العملية المتغيرة. كما أكد فضيلة الإمام أن الحرب في الإسلام دفاعية وليست قاصرة على الدفاع عن المساجد فقط، بل مشروعة للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود، وأن الإسلام لا يقاتل تحت بند الكفر بل تحت بند العدوان. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس أولاف فيكس تفنيه أن العمل على نشر السلام العادل هو عمل مقدس، معرضا عن شكره للأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لإتاحة الفرصة لمجلس الكنائس للمشاركة في مؤتمر السلام. تحقيق السلام عمل مقدس، السلام الحقيقي، السلام العادل هو خدمة لمشيئة الله، لذلك ينبغي أن يكون هذا جدر أعمالنا المشترك وأولويتنا القصوى. نحن زعماء الدينيون والمؤمنون بصفة عامة وبصفتنا ممثلين على مجلس الكنائس العالمي نشعر بالامتنان الشديد لشيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين لإتاحتهم لنا هذه الفرصة للاجتماع وتأكيد على التزامنا المشترك بالعمل معا من أجل السلام العادل في عالمنا. عاد البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية إلى القاهرة اليوم بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت، والتي جاءت تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. والتقى البابا تودروس خلال زيارته للكويت التي استمرت 5 أيام بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وبعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية. تعد هذه هي الزيارة الأولى للبابا تودروس للكويت منذ تنصيبه على كرسي مار مرقس عقب اعتلائه الكنيسة المرقسية عام 2013. ذكرت الشرطة البريطانية اليوم انها اعتقلت رجلا بعد حادث وقع بالقرب من البرلمان البريطاني. وذكرت الشرطة ان المعتقل كان يحمل سكينا بالقرب من موقع الحادث، واوضح بيان للشرطة انه لم تحدث اي اصابات. أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن الأسف الشديد للمنهجية والأسلوب التي تم به تنظيم جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرا. وقال المتحدث إن أسلوب تنظيم الجلسة قد هو حاد بشكل فج أو حاد عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر. طلب الناطق باسم الخارجية نواب الكونغرس الأمريكي بمجلسيه بأن يساهم بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجه تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية.
وعودة مرة أخرى لمتابعة حادث لندن، معنا من لندن الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي. أستاذة عزة مساء الخير. مساء النور. يعني تفاصيل هذا الحادث بعد أن ذكرت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت رجلا بعد حدث وقع بالقرب من البرلمان البريطاني. يعني التفاصيل المتوفره حتى الان وفقا لما اعلنته الشرطه البريطانيه وايضا وسائل الاعلام تقول انه تم القاء القبض على شخص كان يحمل عدد من السكاكين على مقربه من 100 متر فقط من مقر رئاسه الحكومه، حيث مقر رئيسه الوزراء البريطانيه تريزا مي. تم اغلاق الشوارع المؤديه الى مقر الحكومه وايضا الى مقر الحكم عدد من الوزارات البريطانيه ومحيط البرلمان البريطاني. يتم التعامل مع الحادث الان ومع الشخص، لكن لم يتم الاعلان وفقا للبيانات الوارده من الشرطه البريطانيه عن وقوع اي اصابات، وهناك حاله من الاستنفار الامني وتوافر لعدد كبير جدا من افراد الشرطه البريطانيه المسلحه في مقر البرلمان، المنطقه المحيطه بالبرلمان وايضا مقر رئيسه الوزراء البريطاني. طيب حتى من المعلومات المبدئيه استاذ عزه، ممكن يكون هذا الشخص مختل عقليا ام من الممكن ان يكون عمل ارهابي او كان مقبل على العمل عمل ارهابي بالقرب من هذا المكان البرلمان البريطاني؟ لا نستطيع الحكم اذا كان مختلا عقليا ام لا، يعني نحن في انتظار حسب مزيد من التفاصيل، ولكن يمكننا التعامل وفقا لربما ان يكون هناك نيه او بعض التخطيط لعمل ارهابي، ولكن ايضا لابد ان نكون حذرين حتى تصدر معلومات مؤكده عن نيه هذا الشخص، ولكن لابد ان نربط بين وقوع هذا الحادث في هذه المنطقه بعد مرور شهر فقط من حادث مناسب بالعربيه او بالسياره قام به شخص اخر في محيط البرلمان. صحيح. المعلومات تتوارد والبيانات تتوارد، ولكن حاله الاستنفار الامني الشديده الموجوده الان بالقرب من مقر البرلمان والحكومه تقول ان ربما كان هناك محاوله للاعتداء على عدد من الاشخاص او من السياح المقيمين الذين يزورون في هذه المنطقه. والحين توفر المعلومات. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه عزه الزفتاوي الكاتبه الصحفيه من لندن، شكرا لك. الآن نعود بكم مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية حيث ينعقد مؤتمر الشباب، ومرة أخرى علي فتحي مراسل النيل في الإسماعيلية. علي إليك. تسمعني علي فتحي؟ برحب بك يا أمل مرة أخرى. يعني بالفعل نحن متواصلون لليوم الثالث واليوم الأخير للمؤتمر الدوري للشباب بمدينة الإسماعيلية. هنا يعني بدأ اليوم بجولة تفقدية لسيادة الرئيس حول مدينة الإسماعيلية الجديدة التي سوف تمثل امتداد لمدينة الإسماعيلية، وأيضا سيتم نقل بعض المقار الهامة إلى هذه المدينة مثل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وأيضا مبنى محافظة الإسماعيلية وما إلى ذلك. قام سيادته بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكد أن كافة المرافق دخلت إلى المشروع بالفعل، ولا يبقى على افتتاح المشروع سوى محطة إعادة تحلية المياه كي يستفيد بها المزارعون في ري الأراضي الزراعية. ثم بعد ذلك قام سيادته بافتتاح فندق الفيروز وأيضا جولة تفقدية لمنطقة أنفاق الإسماعيلية، ومعي بعض النماذج التي شاركت في نموذج محاكاة الدولة المصرية كي تطلعنا أكثر على تفاصيل اليوم الثالث للمؤتمر. برحب بحضرتك. أنا أحمد عماد عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أستاذ أحمد برحب بحضرتك على شاشتين الأخبار، وكنت حابب أعرف من حضرتك يعني النهاردة كنت بتمثل وزير الخارجية، كنت عايز أعرف رؤية حضرتك في تمثيل السياسة الخارجية للدولة المصرية وطرق يعني مواجهة كافة المشكلات او يعني اصدار الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية ودور وزارة الخارجية. واحنا اتكلمنا في العرض بتاعنا عن دور وزارة الخارجية وركزنا على عدة محاور منها المحور السياسي والاقتصادي. كان في تعاون بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والهجرة والعديد من الوزارات، لكن في الشق الاقتصادي كان التركيز من خلال عرضنا قدام السيد الرئيس على التعاون مع وزارة التعاون الدولي. ده كان جزء من العرض بتاعنا النهارده. كان في رؤية شاملة احنا عملناها للوزارة، لكن
ضيق الوقت لم يسمح ان احنا نعرضها كلها، استعرضنا فيها كافة الازمات، كافة المحاور اللي احنا اشتغلنا عليها من المحور الاقليمي زي ما شرحنا بكافة تفاصيله والاهتمام بالجانب الافريقي ودوائر الصراع في الشرق الاوسط، وايضا المحور الدولي من خلال الامم المتحدة والدول العظمى والاتحاد الاوروبي وما الى ذلك. يعني شعورك بعد اعطاء الرئيس اوامر او اقتراح بالتقاء بعض العناصر المشاركة كي تكون رقيبة بالفعل على الحكومة من خلال مجلس الوزراء؟ هو طبعا ده يعني دور مهم جدا بتقوم به الدولة حاليا للارتقاء بالجهاز الحكومي، واكيد هو السيد الرئيس عمل الخطوة دي بعد دراسة مطولة وشاف ان ده افضل حل لسيطرة على بعض الامور اللي هو شايف ان هو محتاج يسيطر عليها اكتر داخل الجهاز الحكومي. شكرا يا حمد. شكرا. امل يعني ايضا مستمرون في التغطية، ومعي نموذج اخر من نماذج الدولة الموازية او نماذج المحاكاة لليوم الثالث للمؤتمر، بتعرف بحضرتك. انا علي بلبع، كنت ممثل لوزارة التعاون الدولي بنموذج المحاكاة للدولة المصرية حكومة رقم 3. برحب بحضرتك استاذ نور الاخبار. استاذ علي، يعني كنت عايز اعرف من حضرتك ما هي ابرز المهام او ابرز النقاط التي تحدثت فيها خلال نموذج المحاكاة، يعني ومردود مثل هذه النقاط على الدولة المصرية؟ اولا احنا بالتعاون مع وزارة الخارجية طبعا والوزارات المختلفة في المجموعات الاقتصادية في حكومتنا اتكلمنا على عدة محاور اساسية، واطلقت وزارة التعاون الدولي مبادرة لانشاء جهتين اساسيتين. اولا الوكالة المصرية الافريقية للتنمية الزراعية والتدريب، واللي من خلال الوكالة دي هنساعد في نمو العنصر البشري في القارة الافريقية واستغلال الامكانيات العظيمة في مجال الزراعة في القارة. بالاضافة لده اهتمينا بمجال التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة عن طريق انشاء الاكاديمية المصرية لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، ودي اللي بطريقة او باخرى هنساعد في تطوير العنصر البشري للعمالة الفنية في مصر عن طريق انه ان احنا نفيدهم للدول الاوروبية لاكتساب الخبرات المختلفة، الخبرات دي اللي هيرجعوا بيها لبلدهم وهيساعدوا في تكوين شريحة كبيرة من الخبراء في دعم الاستثمار الاجنبي. شايف مردود مثل هذه النماذج ومثل انعقاد هذه المؤتمرات بشكل دوري على مصر وعلى الشباب المصري يعني سوف يساهم بالايجاب في ان الشباب المصري يعلم علم اليقين او يعلم تماما انه له دور في مستقبل مصر وله دور في صناعه القرار في مصر؟ المؤتمر الدوري للشباب اساسا هو مش بيضم بس طلاب البرنامج الرئاسي، ولكن بيضم الشباب من جميع محافظات مصر، ممثلين من الاحزاب والجامعات المصريه وكل الطوائف الشباب. الفكره كلها ان توعيه الشباب وتدريب الشباب هو المهمه الرئيسيه لسياده الرئيس، وده ظهر في كثير من الفعاليات اولها كان مؤتمر شرم الشيخ مرر بالمؤتمرات الدوريه اللي انعقدت في مختلف محافظات مصر اهتماما بالصعيد في محافظه اسوان ووصولا للاسماعيليه في اقليم قناه السويس. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. يعني كما تابعت امل كان هذا بعض او كان هذا لقاء مع بعض النماذج التي مثلت الحكومه الموازيه او محاكاه الدوله المصريه خلال الجلسه الاولى والثانيه من اليوم الثالث والاخير للمؤتمر الدوري للشباب بمدينه الاسماعيليه. اليك امل. نعم علي فتحي مراسل النيل، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني قامت بضبط 5 من المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية وجاري التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية وتدمير 3 أوكار وعربتين ربع نقل و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم حرق وتدمير 3 مزارع من النباتات المخدرة فضلا عن ضبط عربتين ربع نقل محملتين بحوالي طن من نبات البنج والمخدر المعد للتوزيع، كما تمكنت عناصر تأمين من نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على عدد 5000 قاروسة سجائر مهربة وضبط سيارة ملاكية وبداخلها كمية من الحشيش والأفيون المخدر. أكد مصدر عسكري سوري تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غربي مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة، مما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سنة عن المصدر أن الجن الإسرائيلي يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات القوات السورية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف أحد المواقع العسكرية لبلدة خان أرتيبة الجمعة الماضي بصاروخين أطلقهما من داخل الأراضي المحتلة إثر إحباط محاولة تسلل للمجموعات الإرهابية باتجاه المواقع العسكرية بريف القنيطرة. مزيد من المتابعة معنا من دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور، يعني ماذا عن تطورات الوضع الميداني خاصة بعد وقوع هذا الانفجار في محيط مطار دمشق الدولية، وهل هناك ردود فعل بسوريا تجاه هذا الحدث؟ نعم سحر، بالواقع اليوم وصباحا سمع جوي انفجارات ضخمة في ريف دمشق الشرقي من جهة مطار دمشق الدولي، أعقبه حريق في نفس المكان. تبين أنها ناجمة عن استهداف صاروخي إسرائيلي للمنطقة انطلاقا من الجهة الجنوبية من فوق هضبة الجولان السوري المحتل. وأفاد مصدر عسكري سوري بتعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غربي مطار دمشق الدولي بفجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ. وأكد المصدر أن هذا العدوان يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية، مبينا أنه لن يسنين عن مواصلة حربنا. وطبعا بحسب المعلومات أن الضربات طالت قاعدة للقوات الجوية قرب المطار، كما انفجرت خزانات للوقود، تبعها انفجار مستودع للأسلحة بمحاذاة مطار دمشق الدولي. وقد أكد وزير الشؤون الاستخبارية بكيان العدو الإسرائيلي أن إسرائيل هاجمت دمشق قائلا أن الحادث يتناسب تماما وسياسة إسرائيل لمنع تعاظم حزب الله. وتحدث التنسيقيات الإرهابيين أن الضربات التي أصابت مستودعا للسفيرة قرب مطار دمشق تستخدمها قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين دمشق وطهران. أما بالنسبة لسؤالك، الجيش السوري يرد بطريقته خاصة مع على العدوان الإسرائيلي عبر استهدافات لتجمعات وتحركات الإرهابيين على كافة الجبهات. ولو بدأنا من دمشق، اليوم أحرز الجيش السوري تقدم على جبهة القابون شرق دمشق وسيطر على عدة نقاط إثر اشتباكات مع مجموعات جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين. كما نفس الأمر في دير الزور، حقق الجيش السوري تقدما غربي جنوب لواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وسيطر على مواقع لإرهابي داعش، وتقدم في الطرف الغربي لمنطقة المقابر مسيطرا على مساحات بعمق 400 متر، كما سيطر على تلة حسن وعددا من النقاط الأخرى. وفي الجنوب السوري لم يخسر الجيش السوري مهمته هناك، حيث يواصل عملياته بوتيرة مرتفعة حتى أصبحت ضرباته مركزة ودقيقة بشكل أفضل. تمام، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دمشق مراسل النيل أنور رعد. شكرا. اعتبرت الخارجية الروسية مطالبة الدول الغربية بحل الأزمة السورية عن طريق تنحي الرئيس بشار الأسد هي طريق إلى مأزق. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن جوهر التفكير الغربي لا يتعدى المطالبة برحيل الأسد، مشيرة إلى أن ذلك يقود إلى طريق مسدودة. كان الكرملين قد أكد مرارا أنه يدافع عن القانون الدولي، وأن مستقبل سوريا ورئيسها لا يمكن إقراره في أي عاصمة أجنبية، وإنما يحدده الشعب السوري وحده. أعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على قضاء الحضر في اليوم الثالث من انطلاق العمليات العسكرية. وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير راشيد يار أن قوات الحشد الشعبي حررت قضاء الحضر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني الحكومية. وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق استعادة السيطرة على موقع الحضر الأثري جنوب غربي مدينة المرسل. بالتزامن مع العمليات العسكرية في العراق، تستمر عملية النزوح من قبل السكان العراقيين بسبب ضرارة القتال. ووفقا لوزارة الهجرة العراقية، فقد نزح أكثر من 570 ألف شخص من منازلهم منذ بدء العمليات العسكرية بالموصلة. مع استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية لاستعادة الساحل الغربي للموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابية، تستمر عمليات النزوح من قبل السكان العراقيين
هربا من ويلات الحرب والقتال. وتسعى السلطات العراقية إلى توفير ملاجئ آمنة للنازحين الذين تجاوزت أعدادهم 330 ألف شخص. لحد الآن لا نعاني من مشكلة كبيرة ما يتعلق بالإيواء والإغاثة، لكن طبعا نظري يعني حينما تزداد أعداد العوائل وزاد النازح بالتأكيد يحتاجون إلى جهد أكبر. وبالإضافة إلى اضطرارهم إلى ترك منازلهم وقورهم، فإن النازحين العراقيين واجهوا مخاطر القتل والجوع فضلا عن استخدامهم كدروع بشرية من قبل التنظيم الإرهابي. هناك الحقيقة مشاهد كثيرة جدا لمستوى عالي ومتقدم في التعامل الإنساني في عملية الاستقبال، عملية أيضا تخطيط يعني للممرات الآمنة لهذه العوائل. كما تعلمون يعني العصابات الإرهابية المجرمة حاولت وتحاول لازالت أن تستعمل يعني أو يستعملون المواطنين الموجودين الآن في الساحل الأيمن كصدود يعني كخطوط صد بشرية. ووفقا لوزارة الهجرة العراقية فقد نزح أكثر من 530 ألف شخص من منازلهم منذ بدء العمليات العسكرية في الموصل. وعلى الرغم من عودة نحو 110 ألاف شخص إلى مدنهم، خاصة بعد استعادة القوات العراقية لمنطقتي حمام العليل والقيارة، إلا أن الحكومة العراقية بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لإعادة إعمار هذه المناطق التي تم تدمير بنيتها التحتية جراء القتال. أعلن مصدر عسكري يمني اليوم اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على محافظة الحديدة، في حين تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد ميليشيات الحوثيين خسائر كبيرة في عدة جبهات. كان طيران التحالف العربي قد قصف موقع تلفزيون بصنعاء، كما شن عشرات الغارات على مواقع الحوثيين بمناطق عدة في محافظة صعدة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ضربات كثيفة شنتها طائرات التحالف العربي على مناطق عدة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وتكبيد المتمردين الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد العسكري. الغارات أسفرت عن مقتل قائد غرفة العمليات المصغرة في باقم المشرف على معارك الجبهات في المديرية، إضافة إلى مقتل أحد المشرفين على تدريب ميليشيات الحوثيين. من جهة أخرى قصف طيران التحالف العربي موقع التلفزيون بغارة هزت أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للطيران في أجواء العاصمة. طائرات التحالف أيضا دمرت مخزن أسلحة في معسكر قوات الاحتياط بمنطقة السواد، حيث تم استهداف المعسكر بثلاث غارات، في حين تم قصف معسكر ضبوة بعدة غارات أيضا. في غضون ذلك أعلن الجيش اليمني أن محافظة الحديدة باتت على مقربة من متناول القوات المسلحة، مشيرا إلى أن التحضير للمعركة جار حاليا على قدم وساق للأهمية الاستراتيجية للمدينة. كما أكد الجيش اليمني أن كل المحافظات التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات سيتم تحريرها، خاصة محافظة تعز. وعلى الصعيد السياسي أعلنت الأمم المتحدة احتمالية إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الأطراف المتناحرة في اليمن بحلول نهاية مايو المقبل، بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية خطيرة. طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنباغ طالب تركيا باحترام كامل لدولة القانون، وذلك بعد قيام الشرطة التركية باعتقال أكثر من 1000 شخص خلال حملة جديدة ضد أنصار الداعية المعارض فتح الله جلن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة. وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إنه تم إطلاق عملية اعتقالات في 81 محافظة، بينما شارك نحو 8500 شرطي في حملة الاعتقالات. أردوغان في استفتاء توسيع سلطاته، وفي إطار حملة جديدة تستهدف أنصار الداعية فتح الله جولن اعتقلت السلطات التركية أكثر من 1000 شخص. ووفقا لوزير الداخلية التركي سليمان سويلو تم اعتقال ما يقرب من 1009 أشخاص يشتبه في تأييدهم لجولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. جرت عمليات الاعتقال في جميع محافظات تركيا 81. تأتي هذه الحملة الأكبر في الأشهر الأخيرة بعد 10 أيام على فوز مثير للجدل لأردوغان في استفتاء على تعديل دستوري لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، وشككت المعارضة في شرعية فوز أردوغان.
تأتي حملة الاعتقالات الواسعة قبل 3 أسابيع من زيارة سيجريها أردوغان إلى الولايات المتحدة، حيث ستشكل المطالبة بتسليم جولن الذي يعيش هناك منذ عام 1999 أحد أبرز عناوينها. وتتهم أنقرة جولن بتزعم ما وصفته بمنظمة إرهابية تسللت إلى المؤسسات بهدف إقامة دولة موازية. ومنذ انقلاب يوليو اعتقل أكثر من 46,000 شخص، غالبيتهم من الشرطة والقضاء والمدرسين حتى الآن، كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من 100,000 آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. أعلن قصر السواحل التركي غرق سفينة استطلاع تابعة للجيش الروسي إثر اصطدامها بسفينة أخرى قرب السواحل التركية في البحر الأسود. وأشار خفر السواحل التركي أنه تمكن من إنقاذ 78 شخصا كانوا على متن السفينة الروسية والتي اصطدمت بسفينة نقل للماشية قبالة مدينة كاليوس الساحلية عند مدخل مضيق البوسفور. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن حادث سفينة الاستطلاع ليمان التابعة لأسطول البحر الأسود لم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم. أعلنت فنزويلا انسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع تدخل دولي في الشؤون الفنزويلية. وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز أن بلادها ستقدم شكوى إلى منظمة الدول الأمريكية وتطلق آلية تستلزم 24 شهرا لإخراج بلادها من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وعقدت منظمة الدول الأمريكية اجتماعا من أجل الدعوة إلى قمة مصغرة لوزراء خارجية دول المنطقة تتعلق بالأزمة الفنزويلية من دون أن يتحدد موعد لها. تم شهادة تذكير لأبرز ما جاء فيها. خلال مؤتمر الشباب الإسماعيلية الرئيس السيسي يقترح تشكيل مجموعة شبابية لطرح أفكار لتطوير الأداء الحكومي. خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، شيخ الأزهر يؤكد أن الرسالات السماوية تتطابق في محتواها وتدعو للسلام والتسامح. سوريا تتهم إسرائيل باستهداف موقع عسكري بصواريخ قرب مطار دمشق. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.